إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخ سامي، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا فيه على جوج المواضيع. الموضوع الأول تيخص الرحلات الجوية عن طريق شركة ديال الخطوط الملكية المغربية، كاين واحد الجديد. والمسألة الأخرى فيما يخص اللقاحات، أشنا هما اللقاحات اللي مسموح بها الناس المسافرين للمغرب تيكونوا مقبولين. بالنسبة للموضوع الأول الإخوان، كيف قلنا ديال الرحلات، كاين هذا البلاغ كيف تتشوفوا، يعني واحد التغريده بلاغ ورد في الصفحه الرئيسيه ديال شركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه، تيقول بانه الناس اللي جايين من سته ديال الوجهات هي فرنسا واسبانيا والبرتغال وتونس ومصر وروسيا، هاد الناس هادو عندهم الامكانيه يغيروا تواريخ ديال الرحلات ديالهم مجانيا بلا ما تضيفوا لا فلوس ولا والو. كيف تتعرفوا، دائما الانسان فاش تيبغي يدير شي تغيير ديال التاريخ ديال الرحله او يغير بعض المعلومات، تيطلبوا منه يدفع بعض يعني بعض المصاريف الاضافيه. بينما هاد الناس هادو لحكم انه تم كيف تتعرفوا تحديث اللوائح ديال المسافرين، وتم نقل هاد الدول هذه كانت في اللائحه الف وتم نقلها الى اللائحه باء، يعني حتى شركه الخطوط ارتأت انها دير هذا الاجراء هذا لتخفيف يعني هذيك الظروف القاسيه اللي كانت غادي تعرضوا لها الاخوان، انهم غادي يضيفوا اضافات واضافات ماليه اخرى. ارتأت انها دير تعطيهم هذه الامكانيه، انه الناس اللي غادي يبيو يغيروا تواريخ ديال السفر ديالهم لاحد الظروف، مثلا الناس اللي كانوا يعني مبرمجين يمشيو في هذا الاسبوع وبيأجلوا الاسبوع المقبل ولا الشهر المقبل، عندهم الامكانيه يغيروا تاريخ الرحله مجانيا الى غايه 30 في شهر 9 2021. يعني الاخوان ماشي الوقت مفتوح، الا بغيتي دير شي تغيير ويكون مجاني في التاريخ، عندك من دابا حتى النهار 30 في شهر 9 2021. اي شخص، اي اخ ولا اي اخت باغي يغير التاريخ ديال الرحله ديالو راه مجانيه، كيف تتشوفوا الاخوان في هذه التغريده هذه. المساله الاخرى الاخوان اللي غادي نتكلموا عليها دابا هي المساله، ان كثير ديال الاخوان والاخوات تطرحوا هذه الاسئله كثر، لان كثر القيل والقال، وحتى تعرفوا حتى يعني البلاغات ديال وزاره الصحه ولا تتكون بعض المرات غامضه بالنسبه للاخوان ديالنا. حبينا نشاركوا معكم هذه المعلومه. الاخوان تيسولوا تيقول لك انا ملقح هذا اللقاح ولا اشنا هما اللقاحات اللي يمكن للانسان اللي متلقيهم يمشي للمغرب وتتكون معترف بها. بالنسبه لهذه المساله هذه، وزاره الصحه المغربيه خرجت الباح بواحد البلاغ عاوتاني يعني اضافي وتوضيحي باش تحيد لنا هذا الشك وهذا اللبس هذا. صدرت واحد اللائحه الوزاره ديال الصحه في المملكه المغربيه تتحمل يعني مجموعه من اللقاحات، اللائحه ديال اللقاحات الاخوان اللي معترف بها في المملكه المغربيه هي استرازينيكا، اسكابيو، وعندنا سينوفارم، وسبوتنيك، فايزر، بيونتيك، وجونسون جونسون اند جونسون، وكوفيشيلد هذا ديال داك الهندي ديال معهد السيروم الهندي، وكذلك موديرنا وسينوفاك. هادو الاخوان هما انواع اللقاحات اللي معترف بها لدى وزاره الصحه المغربيه، يعني اي اخ ملقي هاد اللقاحات راه الا كانت عنده شهاده ديال اللقاح راه يعني تيتعفى من جميع الاجراءات الاخرى. هذه فيما يخص الاخوان المساله ديال اللقاحات. المساله الاخرى والاستفسار اللي تيحطوه بزاف ديال الاخوان والاخوات ديالنا وهو مهم صراحه تيطيح لنا الشك، هو فيما يخص الاطفال. وزاره الصحه كذلك حيدت الشك بهذا البلاغ اللي خرج، قالت بانه كل الاطفال، يعني الاطفال اللي العمر ديالهم قل من 11 سنه لتحت راهم معفيين من الاختبار تاع البي سي ار، يعني ما عندهمش الاجباريه باش يديروا بي سي ار فاش يكونوا جايين. مثلا عائله رب اسره زوج وزوجه ديالو جايبين معاهم وليداتهم، الا عندهم الوليدات قل من 11 سنه راهم ما محتاجين اللي يديروا لهم لا بي سي ار ولا اي شيء. هما الناس اللي بالغين هما اللي غادي يديروا، اللي فوق 11 سنه هما اللي مطلوب منهم التحليله ديال البي سي ار تكون سلبيه، بينما الاطفال من 11 سنه لتحت بلا ما نبقاو الاخوان يعني يكون لنا شك. هذا بلاغ من وزاره الصحه، يعني مساله باش نبقاو باش الانسان يرتاح ما يبقاش نفسانيا مرتاب كل عنده شك كل هذه. هذه المساله ديال الاطفال من 11 سنه لتحت ما محتاج حتى شي حاجه اخرى، انك خصوصه التذكيره والصلاه على النبي. اذا الاخوان هذا هو اللي في المحتوى ان شاء الله. اي اخ ولا اي اخت عندها استفسار ولا عنده يعني شك او اضافه للقناه مرحبا، حنا راه الاشاره التواصل الاخوان كيف تتعرفوا عن طريق يعني تحت التعليق، واول ما تكون القدره راه نتجاوبوا معكم.
نتمنى الاخوان ما تبخلوش عنا بالدعم والاشتراك ومشاركة ديال القناة مع الاصدقاء ومع الاهل ديالكم. هذا هو اللي في المحتوى اليوم الاخوان، نتمنى لكم يوم طيب والسلام عليكم ورحمة الله.